أهلا بكم، نتواجد بمدينة الصويرة أو موغادور كما سماها الفرنسيون، مدينة السمك والتاريخ. طابعها المتميز وبنيتها التاريخية وجزيرتها الصغيرة لا يزالون يشهدون إلى الحاضر عن حكايا وأخبار من تعقبوها من الحضارات والأمم. قدمنا إلى الصويرة فشدنا الانتباه كما زوارها إلى طنين النوارس، طيور ارتبط عشقها بموانئ السمك والسردين، طيور ألفتها جموع سياح المدينة على غرار سكانها فأبت إلا أن تستوطن وإياها المكان. إن عودة سفن ومراكب الصيد كل صباح إلى ميناء الصويرة قد يكون وراء قصة العشق هاته التي ترابطت بفضل مشاق وإرهاصات الزمن مع طيور النورس تلك. إنتاج الميناء من مادة الأسماك البيضاء يصل إلى قرابة 10,000 طن سنويا بقيمة مالية تزاهي 90 مليون درهم، حيث يملك السردين حصة الأسد منها حسب معطيات المكتب الوطني للصيد. بعد تفريقها مباشرة تباع الأسماك ذات الكميات القليلة على رصيف الميناء بأصناف وأنواع عدة، يختار منها الزبون ما يشاء ويلد فيشتريها من عارضها. عكس ذلك تباع الأسماك بالجملة بسوق السمك المخصص لذلك بالميناء، حيث يتميز نظام ومسرح البيع بأنظمة النظافة والجودة والتبريد، مما يجعل السمك يحافظ على جودته وطراوته التي يستوجبها مساره في سلسلة البيع من بعد في طريقه نحو المستهلك. وإن كان بحارة الصويرة يستغلون هذا الميناء الصغير ليلودوا إليه بمراكبهم وسفنهم عند عودتهم بالأسماك، فإنهم يستغلون جنباته أيضا لإصلاح سفنهم وترميمها وإزالة بقايا الشوائب البحرية من على خشباتها عند طول مدة. بل وإن المخازن الموجودة تحت الحصون لا تزال إلى اليوم شاهدة على خدمة البحار الصويري، فاستغلاله لها في تخزين حاجيات إبحاره من وقود وآليات وغيرها يعتبر مثالية بالنسبة له لقربها من مراكبه. بالمدينة كما بالميناء سيطرا لك تعلق السكان بالأسماك. وإن كنا تركنا خلفنا مطاعم الشواء على أرصفة الميناء، فالمدينة ذكرتنا خلفا بألد وأشهى الأطباق التي ينسج طعمها من خيار ولدة السردين. إلى هنا إذن نصل إلى نهاية الحلقة، تابعونا في حلقة القادمة في عنوان سمكي آخر. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا وعلى صفحتنا الاجتماعية ليصلكم جديد أسماك التي هي سر عيشنا. إلى اللقاء.